التساؤل المستمر، لماذا تستهدف إسرائيل يعني الضفة الغربية بهذه الوتيرة المتصاعدة بالتزامن مع هذه الحرب الوحشية التي تمارسها في قطاع غزة؟ وكان يعني المنطق يقول أنه أن الجيش يتفرغ لمهمته المشؤومة في غزة. يعني فشل الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه في قطاع غزة، وفشل متواصل ودائم منذ أكثر من 110 أيام حتى اللحظة، يريد حقيقة أن ينتقم لقتلاه في قطاع غزة، وينتقم لفشله في قطاع غزة من خلال استهداف الضفة الغربية اللي أصلا كان مستهدفة منذ أكثر من عامين ونصف نتيجة وجود مقاومة مسلحة في الضفة الغربية، وتحديدا في شمال الضفة الغربية في المخيمات. وبالتالي نرى كل يوم هناك اجتياحات لهذه المخيمات وتدمير للبنى التحتية وقتل، وأيضا محاولة تهجير أبناء المخيمات إلى مناطق قريبة من هذه المخيمات بعد أن يكون قد أجرى تحقيقات ميدانية. وبالتالي الضفة الغربية هي مستهدفة منذ زمن بعيد، لكن ارتبطت هذا الاستهداف اليوم بما يجري في قطاع غزة، على اعتبار أنه العدوان ضد الشعب الفلسطيني كله، سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في أي مكان آخر حتى داخل 48. وبالتالي هاي عملية انتقامية ليست أكثر من ذلك، في محاولة لاجتثاث المقاومة التي فشل في اجتثاثها لفترة طويلة من الزمن وهو يحاول ذلك، لكن المقاومة تتصاعد تمتد على مستوى الوطن، وبنفس الوقت حاضنتها الشعبية تزداد تماسكا والتصاقا مع هذه المقاومة. طيب خان يونس وهذه المعركة الضارية، ما الذي تمثله إسرائيليا؟ أولا هي فلسطينيا، هي انعطافة تاريخية حقيقية لمجرى هذا الصراع مع هذا الاحتلال، ورسالة واضحة للاحتلال بالدرجة الأولى. أولا ويعيش أزمة حقيقية داخلية نتيجة هذه الخسائر الكبيرة التي تم تحقيقها من قبل المقاومة ضد جنود هذا الاحتلال. وثانيا هي رسالة أنه الإسرائيليين تورطوا حقيقة في مستنقع غزة، وبالتالي المقاومة مستمرة حتى اللحظة 110 أيام، وبإمكان المقاومة أن يعني تنتصر في هذه المعركة، وهي منتصرة إن شاء الله، على اعتبار أنه كل يوم يبدع المقاوم الفلسطيني في استخدام أدواته، وأيضا في ابتداع وسائل جديدة لمقاومة هذا الاحتلال. وخان يونس عندما تحدث عن محاولة الإسرائيليين لتفجير بيوت الفلسطينيين في قطاع غزة، تأتي هذه الضربة لتوقع أكبر خسائر منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة داخل دولة الاحتلال. ونرى جميعا هذا الارتباك الواضح، وهذا ما يسمى بالحزن والتباكي على الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في قطاع غزة، وتغير في الرأي العام الإسرائيلي حتى داخل مجلس الحرب نفسه هناك انشقاقات تحصل، وأيضا داخل المجتمع الصهيوني هناك أيضا حركة احتلالية تزداد يوما بعد يوم لتطالب حتى بتنحي نتنياهو، لكن نتنياهو ما زال مصرا على مواصلة هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مدعوما ومشاركا من قبل الإدارة الأمريكية التي ترفض حتى اللحظة وقف إطلاق النار أو الحديث عن وقف إطلاق النار. يعني سؤالي كان بخصوص خان يونس، ما الذي تمثله إسرائيليا؟ بمعنى ما هي الصعوبة التي تعانيها إسرائيل في خان يونس تحديدا؟ يعني هي ربما لم تبذل كل هذا المجهود وهذه الوحشية في المناطق الشمالية، يبدو أنها عقدة بالنسبة لهم. أولا دولة الاحتلال شعرت أنه أو تحدثت دائما عن نجاحات كبيرة حققت في شمال قطاع غزة من خلال عمليات التدمير التي جرت والتهجير الذي حصل في شمال غزة إلى الوسط، واليوم يتحدثوا عن المعركة الكبرى والفاصلة كما كانوا يقولون ويروجوا لها في خان يونس ومحيط خان يونس. لكن الصدمة الكبرى جاءت أنه هذه المقاومة ما زالت قوية كما قلنا، وقادرة على إيقاع الأذى بالإسرائيليين بالرغم من كل الخسائر وكل التدمير الذي يحصل لأهلنا في قطاع غزة، حيث المستهدف دائما كان سواء الفلسطيني كشخص أو المباني أو البنى التحتية وحتى البنى الفوقية، وبالتالي محاولة تجويع لأهلنا في قطاع غزة. ومع ذلك المقاومة ما زالت صامدة، والحاضنة الشعبية ما زالت يعني معنوياتها مرتفعة، والفلسطيني عندما يستمع إلى هكذا أخبار يعني يعيد التأكيد مرة أخرى لنفسه أن المقاومة هي الطريق، وبهذه المقاومة نستطيع يعني تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني اللي ضاعت منذ أكثر من 75 عاما وحتى اللحظة. وبالتالي الشعب الفلسطيني اليوم ينتصر بهذا،
وبالتالي خان يونس عندما يتحدث الإسرائيليين كانوا دائما يتحدثون أنه هي معركتهم الأخيرة قد تكون أو قبل الأخيرة في قطاع غزة، وبذلك يكونوا قد حققوا أهدافهم. حقيقة الإسرائيلي لم يحقق أي هدف من أهدافه، بالعكس هو يقتل يوميا وتدمر آلياته يوميا، وهو يجيد كما قلنا دائما القتل والتدمير ولا يجيد القتال، وهذا ما نراه ورأيناه عبر الفيديوهات التي انتشرت بعد عملية المغازي. لنقول أن هذا الجندي هو جندي مهزوم بالأساس، مهزوم نفسيا، مهزوم معنويا، وبالتالي ولا يستطيع أن يقاتل كما كانت الصورة التي رسمت في أذهان كل أمتنا العربية، أن هذا الجندي لا يقهر، يقاتل وينتصر. الآن هو لا يقاتل ويقتل ويهزم على يد يعني شباب فلسطيني مؤمن بحتمية نصره، وأيضا يقاوم ويدافع عن عائلته وبيوته وعن شرف هذه الأمة اللي للأسف الشديد ما زالت صامتة لا تحرك. طيب ساكنا يعني هذه الجزئية تحديدا ما تشير إليها للخسائر البشرية التي يتكبدها جيش الاحتلال كانت إلى مدى قريب لم يكن الاحتلال يعترف بهذه الأعداد، ولا حتى كان يعترف بأعداد المحتجزين. الآن باتت حتى وسائل الإعلام وكاميرات الهواتف المحمولة تشير إلى مقتل أعداد من الجنود لدرجة فتح تحقيق فيما حدث في المغازي. برأيك لماذا هذا التغير النوعي في الاعتراف بالهزيمة؟ أولا لا يستطيع الإسرائيلي في ظل وسائل التواصل الكبيرة واعتبار العالم أصبح قرية صغيرة أن يظل ينكر سقوط قتلاه في قطاع غزة، وبالتالي لابد من الاعتراف على اعتبار أنه هناك مستشفيات يذهب إليها الجرحى أو يساق لها الجرحى الإسرائيليين، وأيضا هناك مقابر يتم دفن هؤلاء ومراسم لدفن هؤلاء القتلى، وبالتالي لم يعد ما يستطيعوا إخفاء خسائرهم. كانوا دائما يتحججوا دائما عندما وقوع أي معركة مع الفلسطينيين، يقولوا أن عدد القتلى يعني قليل جدا، ثم في اليوم التالي يظهر أن هناك أحدهم قد سقط من علو وآخر قد تم في حادث سير إلى آخره لتبرير عدد قتلاه. اليوم أنا أعتقد لم يعد بالإمكان إخفاء عدد الخسائر التي يتعرض لها هذا الكيان، وهي بالمناسبة قد تكون من أكبر الخسائر التي يتعرض لها هذا الإسرائيلي منذ قيامه بالأساس، لأنه في 7 أكتوبر كانت هناك خسائر كبرى وكان هناك انتصار كبير، وأيضا هذا الانتصار ما زال مستمرا من خلال صمود هذه المقاومة ووجود هؤلاء المقاومين من تحت الركام ومن تحت الأرض وفوق الأرض. وبالتالي الإسرائيليين أحيانا يتحدثوا عن انتصارات وهمية عندما يتحدثوا أنهم يعني اكتشفوا نفق هنا واكتشفوا نفق هناك وقتلوا هنا وقتلوا هناك، بالإضافة إلى ما يتم اعتقاله من الشباب الفلسطيني وحتى النساء الفلسطينيات الذين رأينا كيف يتم معاملتهم في قطاع غزة، بالإضافة إلى مجلس الضفة الغربية. هنا نتحدث نحن الآن عن أكثر من 6000 أسير تم اعتقالهم في الفترة من منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية، فما بالك عندما يتم الحديث عن الأسرى الذين يساقون من بيوتهم وبالعراء معصوب العينين ومكبلين بالأصفاد من يعني في داخل قطاع غزة ليذهبوا إلى مناطق كثيرة مختلفة. وأعتقد الشهادات التي حصل التي تحدث عنها الأسرى الذين أخرج عنهم سواء كانوا سيدات أو نساء أو شباب عن طريقة الهمجية التي يتم التعاطي والتعامل معهم كأسرى لدى قوات الاحتلال، وبالتالي الاحتلال الآن يحاول بشكل كامل ترميم صورته الانتقام عبر الانتقام، ومن ثم عبر يعني لم يعد يستطيع إخفاء خسائره كما كان سابقا، على اعتبار أن العالم يعني وسائل التواصل أصبحت كبيرة والصورة التي تنقل من غزة والتي يحاول من خلالها قتل عدد أكبر من الصحفيين، هو عندما يستهدف الصحفيين الفلسطينيين وأيضا لأنه لا يريد لهذه الصورة أن تنتشر في هذا العالم، لأنه العالم بدأ يدرك تماما أنه هذه دولة الاحتلال هي أوهم من بيت العنكبوت، وأنهم لم ينتصروا ولا في حرب من حروبهم ضد العرب، وإنما نحن الذين العرب تحديدا هم الذين هزموا أنفسهم بأنفسهم. لكن اليوم القضية مختلفة والقضية مختلفة على اعتبار أن الشعب الفلسطيني نفسه كله يقاوم ويقاتل هذا الاحتلال دفاعا عن وجوده وعن كرامته. طيب يعني ما شاهدناه في الأيام الأولى لهذه العملية العسكرية كان انتقاميا لما حدث في 7 من أكتوبر،
فما هو تصورك لشكل المرحلة المقبلة بعد أيضا هذه الخسائر؟ يعني هناك تأكيد على المعلومة التي حاولت إسرائيل نفيها بالعملية العسكرية في 7 أكتوبر. يعني أولا أنا بعتقد مسار هذه المعركة بدأ يعني يتم تحديده بشكل واضح، نتائجه أصبحت محسومة ومعروفة، أن الإسرائيليين موجودين تورطوا في رمال غزة بالأساس، هذا أولا. ثانيا أنهم لا يستطيعوا إخفاء خسائرهم، وثالثا أنهم لا يقاتلون وإنما يقتلون، والرسالة الرابعة أنه هذا الإسرائيلي لا يعتمد على نفسه بالدرجة الأولى وإنما يعتمد على شركائه، وشركائه هم أولا العالم الغربي أو الدول الغربية بالأساس، وعلى رأس هؤلاء الإدارة الأمريكية، يستغلوا أحيانا الإدارة الأمريكية لتحقيق جزء من أهدافهم في هذه الحرب، استغلوها من خلال هذا الحلف الكبير الذي أنشأوه ضد اليمن وضد استهداف السفن الإسرائيلية الذاهبة لدولة الاحتلال أو السفن الإسرائيلية التي تذهب إلى الموانئ الإسرائيلية، هذا أولا. ثم محاولات تصعيدهم في جنوب لبنان من خلال يعني خلينا نقول توزيع رقعة الحرب، على اعتبار أن عندما توسع تدخل أطراف أخرى في هذه الحرب، وعلى رأس هذه الأطراف الإدارة الأمريكية والتحالف الغربي الذي أنشئ تحت باب حلف الازدهار في ضد اليمن. وبالتالي أنا أعتقد اليوم هناك صراع داخلي بين الإسرائيليين أنفسهم وبين مجلس الحرب، نرى من يقول أنه بضرورة تفاوض مع حماس من أجل يعني عملية تبادل الأسرى أو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وهناك من يتحدث أيضا عن إدخال مساعدات كما رأينا من الأمين العام للأمم المتحدة عندما يتحدث أنه حتى هناك قرار في مجلس الأمن قد اتخذ من يعني ويتحدث عن إدخال مساعدات كبيرة لقطاع غزة، لكن للأسف كل هذا الكلام لم يحصل، على اعتبار أنه الهيمنة الأساسية في هذا الموضوع هو الإدارة الأمريكية التي حولت القرار بدل وقف إطلاق النار إلى مساعدة إنسانية، وحتى هذه المساعدة الإنسانية لم تأتي حتى هذه اللحظة إلى أهلنا بقطاع غزة. ونرى الصور المؤلمة عندما نرى أطفال فلسطين ونساء فلسطين في شمال قطاع غزة يبحثون بين يعني الركام على حبة قمح أو حبة ذرة من أجل أن يطحنوها ويطعموا أطفالهم. أنا أعتقد هذا عار على يعني على هذا كل هذا العالم في هذا الزمن، وعار أيضا للأسف الشديد على عالمنا العربي الذي لم يستطع لا يعني تنفيذ قرارات التي اتخذت في القمة العربية الإسلامية ولا حتى في محاولاتهم الدائمة لطلب التوسل للإدارة الأمريكية لوقف إطلاق النار، وإطلاق النار ما زال مستمرا بدعم وتأييد أمريكي وصمت أسفي وصمت عربي وعالمي، بالرغم من كل هذا الحراك الشعبي والتضامني مع الشعب الفلسطيني. وأنا بتأسف كثير أنه الذي يتضامن مع شعبنا الفلسطيني هم شعوب الغرب وليس شعوب هذه الأمة أو حتى أنظمة هذه الأمة، وهذا الأمر يحزننا نحن الفلسطينيين كثيرا عندما نرى الصمت، لأن الصمت هو مشاركة بهذا العدوان، لأنه كنا نؤمن دائما أنه نحن بعدنا دائما وحضننا الأقوى والأساسي هو الحضن العربي، لكن هذا الحضن العربي الآن هو بارد ولا يدفئ الفلسطيني ولا يساعد الفلسطيني على مزيد الصمود. لكن الفلسطيني يقول بشكل واضح أنه هو رأس الحرب وهو الذي يصمد ويقاوم وينتصر، وبالتالي على هذه الأمة على الأقل على الأقل أن في ظل هذا الانتصار أن تقف مع شعبنا الفلسطيني ليس بالكلمات فقط وإنما بالأفعال، وعدم ووقف سياسات التطبيع والهرولة للإسرائيلي أو الأمريكي، على اعتبار الإسرائيلي والأمريكي لم يعودوا يعني حقيقة لم تعد هناك ثقة بهم لدى شعوب هذه الأمة. وكل من يعتقد أن الأمريكي ممكن أن يصنع سلاما وتسوية للشعب الفلسطيني أصبح واهما، يضحك على نفسه بالأساس ويضحك على شعبه. المسألة ما أثرته إسرائيل يعني من عرقلة إدخال المساعدات ثم بدأت تتحدث أيضا عن موضوع آخر وهو تهريب الأسلحة متهمة الجانب المصري بهذا الأمر، ما نفته الدوائر السياسية والإعلامية المصرية تماما، ربما يفتح تحقيقا أو يفتح بابا جديدا لفساد جديد في الجيش الإسرائيلي هدفه هو إطالة أمد هذه الحرب واستمرار يعني ضخ أو سكب البنزين على النار. يعني أولا الإسرائيليين يريدوا الذرائع كما قلنا ليكملوا احتلال قطاع غزة، ويتحدثوا الآن عن فيلادلفيا
باعتبارها الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وأيضا المصريين، وبالتالي هم دائما يهددوا بضرورة الالتفاف حول فيلادلفيا على اعتبار تدمير ما يسمى بالإمدادات لأهلنا في قطاع غزة عبر هذه الأنفاق. الموقف المصري كان واضحا من رئيس هيئة الاستعلامات بالأمس، قال أنه تم تدمير عدد كبير من هذه الأنفاق بين قطاع غزة ومصر، ومع ذلك الإسرائيليين ما زالوا يشككوا بهذا الموضوع ويعتبروا أنه يعني كل الإمدادات تأتي من داخل الأنفاق الواصلة ما بين قطاع غزة وسيناء. ومع ذلك يعني أنا بعتقد هؤلاء يريدوا حقيقة رغم كل العلاقات الطيبة بينهم وبين الإدارة المصرية إلا أنهم ما زالوا لا يثقوا بما يقوله المصريين حتى اللحظة، وبالتالي هم يريدوا حقيقة أن يسيطروا على هذا على مثلث فيلادلفيا من أجل خنق الشعب الفلسطيني مرة أخرى تحت ذريعة إقامة منطقة أمنية عازلة ما بين دولة الاحتلال وما بين أهلنا في قطاع غزة. وهذه المنطقة الأمنية ستكون أيضا هي الأساس للأسف الشديد هي في داخل قطاع غزة، والإسرائيليين لهم تجربة في ذلك كيف أفشلت هذه المنطقة الأمنية من خلال مسيرات العودة التي انطلقت منذ سنوات قبل سنوات قليلة وأفشلت هذا المشروع. وبعتقد الإسرائيليين بدأوا يدركوا تماما أن لا أمل لهم في قطاع غزة ولا يستطيعوا العيش في قطاع غزة، وأيضا لا يمكن إنهاء المقاومة وظاهرة المقاومة على اعتبار كما رأينا أن كل هذا التصنيع الذي نراه من استخدام وسائل بسيطة للمقاومة تصنع من قبل المقاومين أنفسهم. طيب بيان حماس ما هو اللافت فيه دكتور حسن؟ نعم، بيان حماس ما هو اللافت فيه هذه المرة؟ يعني أولا حماس كما قلنا هي فكرة بالأساس، وهي يعني الشعب هي جزء أصغر من الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني اليوم يحتضن حماس باعتبارها حركة مقاومة هي التي تحقق هذا الإنجاز. وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن حماس نحن نتحدث عن الشعب الفلسطيني الذي يقف خلف هذه المقاومة ويحتضنها، وبالتالي لا يمكن تحت أي حال من الأحوال أن يتم إنهاء هذه الظاهرة. ونرى أن هناك ما زال موقف حماس موقفا قويا عندما يقول بشكل واضح رغم كل الوساطات رغم كل الضغوط التي تمارس عليهم من أجل وقف إطلاق النار تهدئة إنسانية لتبادل أسرى ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يقول بشكل واضح أنه لا يمكن فعل ذلك دون وقف إطلاق نار شامل وانسحاب قوات الاحتلال، وبعد ذلك نتحدث عن مفاوضات غير مباشرة لصفقة تبادل تشمل الكل مقابل الكل. وبالتالي هذا الموقف حتى اللحظة هو موقف مقدر من كل الشعب الفلسطيني وطريقة جديدة للتعاطي والتعامل مع مطالب الاحتلال، بالرغم من أن الاحتلال يستخدم كل أدواته سواء كان يعني لا يستخدم أدوات عسكرية نقول، وإنما يستخدم كل من له علاقة بهذا الاحتلال ويتحالف مع هذا الاحتلال من أجل الضغط على المقاومة والمقاومين، والمقاومة ما زالت صامدة لأن صاحب القرار بهذا الشأن أنا بعتقد هم المقاومين أنفسهم وليس الساسة سواء كانوا هنا أو هناك في أي مكان في عالمنا العربي، لأنه من يصنع من يقاوم ومن يقدم الدم هو صاحب القرار بالبداية والنهاية.